يرجعان مولد إمامي بالأكوان مولد إمامي يرجعان مولد بالأكوان مولد إمامي حسن يا المجتبى حسن بعد حسن يا المجتبى قرقعان مولد إمامي قرقعان مولد قرقعان السماء طشت بشايرها علينا وعمت البشرى علينا وعم الملايك نزلت الليلة توصل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأحساء الحبيبة من أرض العشق والولاء أتيتكم محملا برائحة التمر ومحملا بمجد معلمنا رشيد الهجري، أتيتكم أرفع لكم أسمايات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة. أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة بحضور مولانا صاحب العصر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. يا بائع الأفراح في الأزهار وملون الأشعار بالأنوار إني أتيتك شاريا انقطع الضياء باسم الولاء ومهجتي ديناري جد لي أجود بسمة علوية لا تشترى إلا بقلب الشاري زن لي من النجمات قافية الغنى حتى تزين بلحنها أسحاري وأريد فجراً أبيضاً وسحائباً تهدي الهوى عذباً مع الأمطار وأريد آياتاً تفيض تفكراً وأريد أحلاماً بلا مقدار لأقيم حفلاً ساحراً فيه الرضا لأقيم حفلاً ساحراً فيه الرضا من فاطم فمحمد فالباري لأقيم حفلاً ساحراً فيه الرضا من فاطم فمحمد فالباري حسن النبي تنزلت أسراره والحب أحلى حالة الأسرار ولد الزكي ولد الزكي وأشرقت بركاته كي يبدل المعشار بالقنطار هذا هو الحسن الجليل بقدره وبه تدار صحائف الأقدار هو مجتبى الله القديم ولم يزل سر النبي وجوهر الكرار قرآنه يتلى على رأس الملا
فتورد الأفكار بالأفكار. هذا هو الحسن العظيم كرامة مهدي السحاب بفضيلة الإيثار. هذا الجلال جماله وبوصفه صلوا على خير الورى المختار. رسالة رسالة ما غير الحسن شوقي، رسالة إمام الدين وعلوم رسالة، رسالة من القلب أبعث رسالة. أهني المرتضى بهاي المسيا. خادم عيد على عيني خادم. رسالة ما غير الحسن شوقي، رسالة إمام الدين وعلوم رسالة، رسالة من القلب أهدي رسالة. أهني المرتضى بهاي المسيا. ألف الصلاة. أدم الصلاة على النبي محمد عفية، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشرف اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك بولادة مولانا الإمام الحسن نجل رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما حملت به مولاتنا الزهراء، لما حملت بالإمام المعصوم، كانت لا تجد ثقلا ولا وجعا ولا ألما، وكانت كلما مرت على حجر أو على مدر إلا انحنى إجلالا لصبط رسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي أحد الأيام عندما كانت مولانا حاملا بالإمام، قال لها النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل، فلا ترضعي حتى أصير إليك. قالت: نعم. فلما قرب وضع البتول بصبط الرسول. ألف الصلاة. دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وقال لها: يا فاطمة، طيبي نفسا وقري عينا، فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البغي، فإن جبرائيل قد هنأني به، وإنه وأخاه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن الله تعالى سيظهره لك
وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة. ألف الصلاة ثم قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة احضرا ولادتها، فبينما هي جالسة لم تحس بوجع ولا ألم، وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا، وقد امتلأ البيت بروائح الطيب، إذ ضرب بينهم حجاب وإذا بمولاتنا قد ولدت بالإمام. ألف الصلاة محمد وآلِ محمد صلى الله عليه وسلم. وضاح يا أول نجم بالكون، وضاح وبفضل النبي المبعوث، وضح إلك نور القدس مولاي، وضح بوجهك يا الحسن مشهود ضيا صلوات. ارفع ايدك في دعاء روح لك وسلم على مولانا الإمام الحسن. إن شاء الله نقيم هذا الاحتفال تحت قبتي الشريفة إن شاء الله. تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي، تحياتي وسلامي لأبو محمد، تحياتي هلا، تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي، يا كريم أهل البيت، يا كريم أهل البيت، إيه يا كريم أهل البيت. يلا تحياتي وسلامي فدوى روح لك، تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي، تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي، إيه يا كريم أهل البيت، يا كريم يا كريم يا كريم، اي تحياتي وسلامي ويا العطور على هيئة تهاني لقبرك تزور. تحياتي وسلامي ويا العطور، تحياتي وسلامي ويا الطيور، على هيئة تهاني لقبرك تزور. إلك مني المهد يا الغالي منذور، إلك مني المهد يا الغالي منذور، حبيبي وسيدي يا قبلة النور، حبيبي وسيدي يا قبلة أي يظل دوم اعتصامي لأبو محمد إمامي، ايه يظل دوم اعتصامي لأبو محمد، يا كريم يا كريم أهل البيت، يا كريم يا كريم يا كريم ايه يا كريم. يلا سلم في دوار روح لك، تحياتي تحياتي وسلامي لأبو محمد، تحياتي وسلام بارك الله يا كريم يا كريم أهل البيت، يا كريم يا كريم يا كريم، أي يا سلطان البقيع عقبال نزاير، يا سلطان البقيع عقبال نزاير،
يمر ضيف بضريحك والمناير يمر ضيف بضريحك والمناير ضريحك ما تهدم للسعامر ضريحك ما تهدم للسعامر أشوفك سيدي وسط الضماير أشوفك سيدي وسط الضماير وأطوف بكل هيامي لأبو محمد إما وأطوف بكل هيامي لأبو محمد إما يا كريم أهل البيت يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم تحياتي وسلامي تحياتي وسلامي إيه لأبو محمد إمامي تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي يا كريم أهل البيت يا كريم يا كريم يا كريم أمير على الكرام اسمك كتبته إلى الشعر الأستاذ جواد الخطيب أمير على الكرام اسمك كتبته وحقك سيدي ما لحظة عفته بدر نورك وسط أحلامي شفته وكتبت على القلب محبوبي أنت وكتبت على القلب محبوبي أنت عشقت كل الأسامي لأبو محمد إما عشقت كل الأسامي لأبو محمد إمامي يا كريم أهل البيت يا كريم يا كريم خادم عيد على عيني تحياتي وسلامي تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي تحياتي يا كريم أهل البيت يا كريم يا كريم يا كريم أمير على الكرم اسمك كتبته وحقك سيدي ما لحظة عفته وحقك سيدي نورك وسط أحلامي شفته وكتبت على القلب محبوبي أنت وكتبت على القلب محبوبي عشقت كل الأسامي لأبو محمد إما عشقت كل الأسامي لأبو يا كريم أهل البيت يا كريم يا كريم يا كريم يا أبو محمد أناديك بحنيني يا مالك دنيتي وراية يقيني ويا كل نومة عشق طيفك يجيني ويا كل نومة عشق طيفك يجيني وأبد ما فارقت يا الغالي عيني وأبد ما فارقت أي حبيبي وكل غرامي لأبو محمد إما أي حبيبي وكل غرامي لأبو اي يا كريم اهل البيت خادم خادم يا كريم يا كريم يا كريم تحياتي وسلامي تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي اي تحياتي وسلامي لأبو محمد إمامي
يا كريم أهل البيت يا أبو محمد أناديك بحنيني يا مالك دنيتي وراية يقيني ويا كل نومة عشق طيفك يجيني وأبد ما فارقت يا الغالي عيني وأبد ما فارقت اي حبيبي وكل غرامي لابو محمد ايما اي حبيبي وكل غرامي لابو محمد لابو يا كريم يا كريم يا كريم اهل البيت صلوات أدق باب الكرم واستجد عند الجود وقبل راحة إحسان التعب هالكد خادمك يقول أدق باب الكرم واستجد عند الجود وأقبل راحة إحسان التعب هالكد وأزور بمطلبي وأدري العطايا هواي يجود على البشر ما يحسبش قد مد كريم المجتبى وما خاب كل من جاء وما فد يوم باب على اليقصد انسد كريم أخلاقه كلش حتى ويا عداه يحسب حسابه حتى بالمواقف ضد ولا يحكي بجهالة عليه خايب كون فكرك وياي فدوا روح لك يقول ولا يحكي بجهالة عليه خايب كون يرد عليه لكن رد باقة ورد الحسن ثاني إمامي وفرحة المختار ونعم من الأبو والأم ويا الجد شوصف من جماله وحسن بالأبيات وهل سماه ربه بالحسن يشهد إمام وابن مام وأم ست الناس وجد المصطفى هالسيد الأمجاد صفاته كلها كلها من صفات الله يعني شما نسولف كل شي ما ينعاد وبهالليلة جينا وللوفاء نريد يقبلنا ضيوفة ريت أبو محمد نبارك مولده ونهني الزهراء وبهذا الحفل للباري نتعبد وبرغم السعادة عدنا دمعة وياه تخط قصة ألم لو مرت بكل خد شهدنا ويا مولاي اش كثر عدنا انتظار بهالحياة وطال نسالف للزمان اش قد صبرنا اش قد تحزمنا بفتايل تشتعل بالآه وكل ما مر علينا بنايبات اشتد خلصت كل فوانيس الصبر ما عاد بيها من فتايلنا وبعد توقد نتاني المنتظر يمتى يجينا بشوق ونتاني البقيع ويمتى يتشيد من أنوي أزوره بالمدينة هداك من أنوي أزوره بالمدينة هناك ومن أوصل بقيعة وألتزم بالحد أوقف عد ترابه وقبره المهدوم وسلم بالحذر من غير رفعة يد من أنوي أزوره بالمدينة
هناك ومن أوصل بقيعة وألتزم بالحد أوقف عالتراب وقبره المهدوم وسلم بالحذر من غير رفعت يد وغمض عيني وارسم بيها حضرة وباب وشم ريحة ضريح الجان عالمرقد وخطب ضلوعي لوحة وأقربيها إحساس هنا قبر الحسن والغاية والمقصد أفتح عيني هل كانت تعيش أحلام وشوفا بيني وبين الحبايب سد صلاة يا من ذاك النسب معروف نسله نسلا يا من ذاك النسب معروف معروف نسلا كريم وما يردنا بحين نسلا لفين المحفلك هيهات يا كريم 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 وما يردنا بحين نسلة لفين المحفلك هيهات نسلة ونبارك لأمك بهاي المسيح عملنا حفل يا سيدي باسمك عملنا حفل يا سيدي باسمك عملنا نسينا التعب وتأجل عملنا وطلبنا من الله يتقبل عملنا بشرف ذاتك يا بن خير البرية صلوات لا إله إلا الله لا إله إلا الله شعت أنوار الحسن هنو هادينا لا إله لا إله شعت أنوار الحسن شعت أنوار هنو هنو لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله شعت أنوار الحسن هنو لا إله إلا الله ايه هل علينا بهيبته ومنا والحسن من الله شع حسنا كل قلب فرحان لغنى كل قلب فرحان لغنى زهرة جنة وطلقت بجنة زهرة جنة وطلقت اي لا اله الا الله لا اله الا الله ننسى اتراح الزمن ذكرى يحيينا لا اله الا الله شعت انوار الحسن شعت انوار الحسن انها لا اله الا الله اي
الله يا سبحانه من أوحى يشرق الحب والهوى بصبحة خل تهيم الروح من شرحة هل تهيم خل تهيم الروح من شرحة حتى اسمه يلهم الفرحة حتى اسمه يلهم الفرحة أي لا إله إلا الله لا إله إلا الله والذي بحب اقترن ناجح بدينا لا إله شعت شعتا لا إله إلا الله لا إله اي للتهاني ينعقد محفل بنهني الزهره والمرسل بالتهاني للتهاني ينعقد محفل بنهني الزهره والمرسل هذا صبطه والسنه الاول هذا صبطه والسنه الاول والنبوه بالامام تظل والنبوه بالامام اي لا اله الا الله لا اله اي خابت التعبد وثن مستمر بينا لا اله شعت شعت انها لا اله الا الله من خلال انواره واحسانه نشوف هيبة ربنا سبحانه من خلال انواره واحسانه نشوف هيبة ربنا سبحانه نقصده وبس ندري مولانا نقصده وبس ندري مولانا للجنان تودي بيبانه للجنان تودي بي اي لا اله الا الله لا اله اي تسجد باب عدن هذا والينا لا اله انوار الحسن اي من خلال انواره واحسانه الى الشعر الاستاذ علي البحراني القطيفي من خلال انواره واحسانه نشوف هيبه ربنا سبحانه نقصده وبس ندري مولانا للجنان تودي بيبانه للجنان تودي بيبانه اي لا اله الا الله لا اله الا الله تسجد بباب عدن هذا والينا لا اله شعة انوار شعة نمد شفوف قلوبنا نقل للكرم بس انت صرت اغلى المجتبى ما ينوجد مثله المجتبى ما ينوجد مثله الكعبة هي تحسب القبلة الكعبة اي لا اله الا الله لا اله الا صوتك لا اله الا الله اي وهو مقصد كل ضعن وهو حادينا لا اله الا الله لا اله الا الله يلا بيت الدعاء ها اي ليلة النص واحنا خطارة والقلب ما يعزف والقلب يعزف على وتاره كلنا نلتم حول انواره ونتمنى نصير زواره ونتمنى نصير زواره اي لا اله الا الله لا اله اي تنجلب حب المحن والوعد لنا لا شعة انوار الحسن هنو هذه
ألف الصلاة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجعان مولد إمامي بالأكوان مولد إمامي يرجعان مولد بالأكوان مولد إمامي حسن يا المجتبى حسن بعد حسن يا المجتبى قرقعان مولد إمامي قرقعان مولد قرقعان مولد إمامي السماء طشت بشايرها علينا وعمت البشرة علينا وعم الملايك نزلت الليلة توصل